السلام على مشاهدينا في العالم العربي أينما كنتم، أهلا وسهلا بكم في ممنوع. هذا المساء ضيفتي اختارت أن تكون صوتا للصمت، اختارت أن تحرك مياها لا أقول راكدة بل مياها حجبت حقيقة مظلومين، مياه تعكس ما لا يريد القائمون على الأمر، واختلفت أمور على أن يعرف الناس ما بدواخل الأبواب المقفلة والأرشيف الذي ألغيت الكثير من تفاصيله. ضيفتي تحدثت لغة الصمت بالصورة وبصوت الباكي، فكانت صوتا لمن لا صوت له، وكانت صورة لمن محيت ذاكرته. ضيفتي تتعرفون عليها في هذا الفاصل، فابقوا معنا في ممنوع. كارمن لبكي اختارت هذه المبدعة اللبنانية أن تتتبع تفاصيل القصص المثيرة للجدل، أن تفتح أبوابا مغلقة عن تاريخ أراد له البعض أن يصمت، وأراد بعض آخر من أجزائه أن تلفها الأسطورة والمخيال والقصص الغريبة. كارمن لبكي طرقت أبواب الماسونية وانتقلت تبحث عن تفاصيل مذابح الأرمن، تتحدث بالصورة والصوت عن كل ألم، واختارت أن يكون الإبداع السينمائي التوثيقي وسيلة لها للحديث عن الممنوع. كارمن لبكي لبنانية بأفاق برازيلية، تتحدث الفرنسية والإنجليزية ولغات أخرى بطلاقة. تحل علينا ضيفة في ممنوع كارمن لبكي. أتمنى أن يكون هذا التقديم يليق بضيفتي التي اختارت أن تكون مدافعة عن الصمت. بشكرك على المقدمة يا أستاذ، كتير حلوة كتير حلوة وأسرتني كمان. كارمن لبكي، أنت اقترنت أعمالك ببعض التواريخ الفاصلة والتي تحمل إما الألم أو تحمل معنى الميستري، فأنت طرقت الأبواب. لماذا اخترت هذه النوعية من الوثائقيات؟ أنا بحب أشتغل على شيء في تحدي فيه، يعني لما بختار أني أعمل فيلم دوكيومنتير، فيلم وثائقي عن الأرمن، أنا في أعمل فيلم وثائقي عن الأرمن أنا وقاعدة بلبنان وأخذ صور أرشيف. تنزل على برج حمود؟ بنزل على برج حمود وتخلصت القصة هون. وفي عائلتك يعني؟ أبداً جحا وعائلته يعني. بينما لا، فضلت أني روح إلى التاريخ، بداية تركيا ومن ثم سوريا وصولا إلى لبنان وأرمينيا، لأنه بيعتبروه بلدهم هلأ، لأنه بيحمل اسمهم أرمينيا، وأرمينيا هلأ كتير كتير تطورت كبلد من بعد الاستقلال اللي أخدته. هذا بدي أعتبر أنا دوكيومنتير في تحدي، لأنه في خوف وفي ممنوعات بتركيا، ما في صور وين ما كان. بسوريا نفس الشيء، هذا البلد الذي خسرت إمكانية الدخول إليه. خسرت إمكانية الدخول، حتى لما عملت فيلم دوكيومنتير في الموسائقة عن الماسونية، البلد الوحيد من 11 بلدان اللي سافرت عليهم كرمال فيلم الماسونية، و22 مدينة رحت عليهم، البلد الوحيد اللي ما قدرت روح عليه، فوكلت يعني فريق عمل هونيك تركي من تركيا انه يصور. الماسونية بتركيا يعني؟ ايه طبعا طبعا. سنتعرض الى هذه التفاصيل. ما الذي جعل منك تختارين هذه النوعية من الوثائقيات؟ لماذا الاختيار؟ كل شيء ممنوع مرغوب. فأنت ضيفة يعني على برنامج ممنوع كل المقاييس، أهلا وسهلا بك. كل شيء ممنوع مرغوب، وبحس أنا أنه لما بختار الموضوع أنا ما بكون تقنته من الأول، يعني بيكون عندي فكرة مثل ما أي إنسان عنده فكرة عن الموضوع، بس شوي شوي بصير أنا أكتشف. أكيد بياخد الأساس، بتعلم الأساس، يعني لما بياخد فيلم وثائقي عن الأرمن بكون بعرف تاريخ الأرمن، بس يمكن تفاصيل صغيرة ما بعرفها ورح اكتشفها. يعني مثل تركيا لما رحت لهونيك، البلد الوحيد اللي ما اخترت انه ما بقدر اصلا حضره قبل بوقت، فانا وهونيك بلشت اكتشف قصص، وهالاكتشاف هيدا
هو تصوير الواقع، لأنه هو الفيلم الوثائقي بحد ذاته إذا بدنا نعطيه صفة هو تصوير الواقع، وهذا اللي بحبه. يعني بقدر أنا أروح أعمل مقابلة مع شخص وفكر أنه راح يحكيني ضد الماسونية يقوم يحكيني مع الماسونية مثلا، وصارت يعني. أو مثلا نكون بمكان فكر حالي أنه أمين وفجأة يجوا يشحطوني من المكان. هيدا في تحدي، في مغامرة، بحب هيدا الشيء. أنا بقدر أعمل أفلام، وعملت كتير أفلام وثائقية حلوة ومعروف شو هي. يعني أنت حدثت عن بعض جذورك، أنت دائما تستحضرين جزءا من ثقافتك، مثلا عن الثقافة الفرنسية في لبنان، عن الثقافة البرازيلية بلبنان. عملت عن البرازيل في لبنان، كان أول فيلم وثائقي بعمله بكوني برازيلية كمان. كتير أنا حبيت، لأنه الله يرحمه بي نحن وصغار كان يخدنا لعند عيال تكتشف، يعني عيال برازيلية بس من أصل لبناني، تجي على لبنان وتكتشف أرض الأم، تكتشف الضيعة. فكنت دايما رافقه وشوفهم كيف عم بيبكوا لما يلتقوا مع قرايبينهم، كيف عم يكتشفوا ضيعتهم. كبرت بهيدا النفسية أنه في لقاءات وفي وجع وفي الاغتراب. كان أول دوكيومنتير لإلي، أول فيلم وثائقي، كان كتير حلو حبيته، لأنه كمان كان في تحدي، في أنه من نوع مثلا بالبقاع الغربي بتروح لهونيك، بتفوت على محطة بنزين أو بتفوت على فرماشية بتحكي معه برتوغيزي يلي هي لغتهم بالبرازيل، لأنه أمريكا اللاتينية كلها بتحكي اسبانيولي ما عدا البرازيل بيحكي برتوغيزي. عادي فوت بونديا كومو فايت ودوبين، يعني نسبة لإلهم هذا الشيء كتير طبيعي، لأنه في كتير برازيليين هونيك اندمجوا مع اللبنانية وتجوزوا مع بعض. كمان هاللقاء هذا اللي أحيانا أنا كنت افتعله، يعني أخذت مثلا برازيلي من أصل لبناني، هن أصلهم من حمانة، أخذتهم على بيت جدهم ما كانوا بيعرفوه. يعني هالقصص هيدي بحب أنه اكتشفها باللحظة ذاتها اللي أنا عم صور فيها. فرنسا في لبنان ما كان فيها هالتحدي قد ما هي تاريخيا، وأنا لأنه شخصيا بكوني لا صراحة هلأ بكوننا نحن ببرنامج ممنوع أنا في عبر عن رأيي الحر، مش هيك؟ نحن تحت سقف ديمقراطي. أنا بندم على الانتداب الفرنسي، اللي ما بقينا تحت الانتداب الفرنسي، وبالتالي كتير بحب فرنسا إلى هذا الحد. إيه إلى هذا الحد، لأنه بعتبر أنه مش هيك عملت عن فرنسا في كثيرين لبنان. كثيرين سيثيرهم هذا الرأي. أنت حرة، أنت تعبرين كما قلت يعني بكل حرية، لا نقبل أو نقبل تلك مسألة أخرى، لكن هذا يطرح تحدي. يعني لماذا تقولين هذا؟ لأنه موجع ما تقولين هلا. إيه موجع كتير. أنا ضد الاستقلال اللبناني، رح وجع كتير عالم صراحة، بس صريحة أنا. لأنه ما بنعرف ندير حالنا، ما بنعرف ندير حالنا. موقع لبنان ما بيسمح له أنه يكون مستقل أبداً، ووصلنا على اللي وصلنا له، وهذا برهان كبير. أنه أنا لو كنت على أيام الاستقلال كنت قلت لا بليز، مش كلهم كميل شمعون وبشارة الخوري. كميل شمعون عمل من لبنان سويسرا الشرق، ومن ثم خلص ما عدنا سويسرا الشرق. يعني كم كميل شمعون بده يقطع؟ أنا نسبة لإلي هو هل أزمة هذا الصيف الأخير تأثير على ما تقولين كرم؟ أكثر وأكثر، يعني اللي بشوفه بحزنني. ولأنه نحن شعب بقولوها بالفرنساوي لاكسيست، يعني منندمج مع اللي عم بيصير، ما كتير منصرخ، ما كتير منعطي رأينا. يعني إذا الكهرباء بتنقطع أوكي، نحن تأقلمنا على الكهرباء أنه بتنقطع، حتى ما منطالب أنه أوكي بتنقطع، بس قولولنا من أي ساعة لأي ساعة تما نعلق بالأسانسور. يعني على القليل نطالب بأقل حقوقنا، ما عم نطالب. مع أنه يعني لبنان بيظل هو الأرض الخصبة للمعرفة، للأدب، للإنتاج الفني، للتميز، على الانفتاح لكل الحضارات. هذا الشغل الوحيد اللي بتخليني أبقى بلبنان، العائلة والثقافة، العلم. هل وجدتي لبنان في البرازيل؟ لا، البرازيل كلياً عقلية البرازيل مختلفة كلياً عن عقلية اللبناني. وأنا لما بكون سكنة بالبرازيل، لماذا يهاجر اللبنانيون عادة إلى كل أصقاع العالم لكنهم تميزوا أساساً في أمريكا اللاتينية؟ هن هاجروا وقتها صار في جوع بسنة 1890 بأواخر القرن 19.
هاجروا من وراء الجوع والاضطهاد العثماني. مزبوط أكيد. 450 سنة تقريبا. بس راحوا ما كانوا عارفين أنه بنروحوا مثلا يصاروا على البرازيل أو يصاروا على الأرجنتين حسب يعني وين الباخرة تخدون زي رحلة كريستوف كولومبوس. أبدا. يصلوا على مارسي تكون رايحة الباخرة يا توقفهم بمناوس يا توقفهم بالريسيف يا توقفهم ساو باولو ريو دي جانيرو. أكيد يعني اللي عم بحكي الباخرة ساو باولو منا على البحر قصدي كل الليتورال يعني. وممكن توقفهم بالأرجنتين في منهم وقفوا بمارسي. يعني هنا ما كانوا كتير يعرفوا وين بدهم يوصلوا. متى ما وصلوا مثلا بساو باولو يروحوا مع بعضهم. في كلمة بالبرتغيزي بيقولوا ماسكاتيار. أول شغلة تعلموها اللبناني هونيك ماسكاتياندو يعني كانوا يحملوا بضاعة ويمشوا ويبيعوها هن وماشيين يفوتوا على المحلات يبيعوا بضاعة بالتجارة. أكيد الشغلة الوحيدة اللي ما لازم نتعلمها هي التجارة بدمنا يعني. البرازيل لا مختلف كليا عن لبنان بعقلية اللي عندهم إياها. بقول لك مثلا شغلة هون كتير نحن الامرأة بتعرف هلأ تغير الوضع بس الامرأة كانوا ضغطين عليها وما فيها تظهر وهونيك في كتير انفتاح بالبرازيل. بتلاحظ انه نسبة كبيرة من اللبنانيات نسوان ما تجوزوا بالبرازيل لأنه أهلهم خافوا بأنه يفلتوا على الفلاتين هونيك كبتوا عليهم بشكل أنه في عندك نسبة عذابة كبيرة جدا لتوصف. لويس نجيب أماري خلق وساكن بالبرازيل في سوروكابا بلد شي 100 كيلومتر من سان باولو. وأبوي باي من هون من حمانة هذا البلد اسمه أماري العائلة أماري هون وأمي من عمشيت وشو مبسوطين هون ببلد باي وببلد أمي. لما جينا لبيروت لما الطيارة كانت هون فوق بيروت فوق لبنان بلشنا أنا بقول شفنا شو الجبل مونت ليبان شفنا شو لبادي جوني وبعدين شفنا شو كل بيروت من فوق. Casque bleu dont les reflets se fondent dans les rivages avoisinants de la Méditerranée, visage mordoré, couleur de la terre empreinte d'un soleil brûlant. C'est cette terre qu'il sauvegarde. Là, aux lignes bien découpées sur un ciel clair et une mer sédatée, deux monuments racontent aux rivages du Liban les soupirs avec cet accent de reproche et d'amour. كارمن المذيعة. المذيعة؟ مذيعة الراديو. مذيعة الراديو. أنا عندي غيرة خاصة من مذيع الراديو يعني أقدرهم جيدا. أعتبر أن المذيع الشاطر هو مذيع راديو. أنا صراحة بعملها مرة بالجمعة براديو لايت أف أم بقطع مع تانجي اللي هو المذيع الأساسي. أنا كرونيكوز إذا بدك مرة بالجمعة بس اليوم خيروني بين تلفزيون وراديو بقلون راديو. هيدي شغف عندي بس ما فيك تحققه دايما لأنه ليل الراديوات اللي باللغة الفرنسية بلبنان يعني فيه أنت فقط باللغة الفرنسية تقدمين؟ لا فيه أقدم كمان بالعربي إذا كان عندي مجال ولا مرة جربت يعني بس هلأ إيه بس باللغة الفرنسية يعني ياريت كل يوم بقدر أشتغل بالراديو. هيدي شغف عندي يعني عندي أمل بعد. كارمن أنت أيضا تعتنين بقضايا الحرية عموما. كيف ترين الواقع العربي اليوم مع كل المتغيرات؟ تعيشين في بلد يعيش تحت الضغط كل هذه التحولات صعب لأنه أنا مثلا بشوف اليوم صراحة حرية بلبنان في حرية تنقل في حرية في إذا بدك الأمن كتير منيح في حرية التعبير إلى حد ما في كتير قصص معنا حرية يعني تبهات جديدة عند المرأة مثلا إيه عندها كتير حرية يعني ما عندها حرية قصدي عندها حرية
مكبوتة. مثلا أنا بزعل لما بسمع إنه مرة بتقلي جوزي بيسمح لي إنه روح أسهر عشي، لا سوري، بمجرد تقولي جوزي بيسمح لي معناتها أنت ما عندك حرية. إذا في حرية وفي احترام متبادل وفي ثقة بين بعضكم، مش مفروض يعني هو يسمح لك؟ هما بيسمحوا لبعضهم البعض. لما هي ما بتسمح له. اليوم أنا بس بدي أعطيك مثل كتير صريح يعني وهذا واقع. إذا أنا اليوم بدي روح أطلب امرأة متزوجة بدها تطلب إخراج قيد عائلي، ما فيها، بده جوزها يطلبه. أنا بس هذا السؤال بدي أسأله، أنه كيف هيدا؟ هناك العديد من التفاصيل، لكن في القانون، لكن تصطدم الحرية في العالم العربي دائما بالعقليات أكثر إيه؟ من القانون. إيه أكثر بالعقليات، لأنه بتحس أنه في تربية من الأول تربت بهذه العقلية. يعني الإمرأة ما عندها الحرية التامة لأنه العقل العربي الذكر هو اللي بيسيطر، وهي الشغلة ما عم تقدر تطلع منها الإمرأة. بس بدي أقول شغلة، ترينا باب الحرية، شباك الحرية للمرأة في العالم العربي يعني. تونس، أنا عملت حلقة عن تونس. تونس يشوفوا في لبنان أكثر. تونس الإمرأة تحررت قبل فرنسا في القانون على الأقل. بالقانون الممارسة حتى الممارسة تستطم ببعض التفاصيل. الممارسة فيها لتخزن، يعني فيها تقول له لجوزة إذا ما عم بيدفع النفقة اللي لازم أنه يدفعها كل شهر، فيها تقول له سوري نحن بدنا ننفصل لأنه أنت ما عم بتأدي واجبات العائلية من ناحية المسؤولية. أنا بعتبر أنه الإمرأة التونسية، عم بحكي عن الإمرأة العربية، هي أكثر وحدة أخذت حقوقها. وأنا عملت حلقة عن الإمرأة التونسية على الراديو، عملت عن تونس وعملت حلقة عن الإمرأة التونسية. أنا يعني تعرضتي لبورقيبة يعني إيه يعني صراحة بزعل أنه طيب ليه نحن لا، مش غيرة بس بقول نحن وتونس كتير منحب بعضنا. الإمرأة اللبنانية والإمرأة التونسية كتير تشبه بعضها بالطريقة، بالانفتاح، بالعقلية. مش هيك نحن منفتحين كإمرأة لبنانية، بعتبرها أنها حرة من ناحية الثقافة والعلم والفن. إيه حرة، هذا اللي بخليني أبقى بلبنان. سنخرج في هذا الفاصل عن بعض أحلام هذه السيدة التي لها آراء تختلف معها أو تتفق، ذلك أمر آخر. ما يعنينا هو في ممنوع أن نبحث عن الأجمل فيما في الإنسان، أن نبحث عن الاختلافات وأن نتعلم أن نتجادل بحب، وأن اختلفت الآراء والشكل، الدين أو العقيدة لا تعنينا. كل تفاصيل اختارها آخرون للكثيرين منا، لكن ما يعنينا كما قلت في ممنوع الأجمل فيما في الإنسان. نخرج في هذا الفاصل ثم نعود. نتحدث هذا المساء عن حرية المرأة، عن المساواة، عن الظلم ضد النساء. في البلدان اللي فيها نساء متحررات هي بلدان متفسخة أخلاقية. أنا ربنا خلقني كده وشكل كده وأنا مقتنعة. يقال أنه لا أجمل من المرأة الحرة. المرأة عندما تكون حرة معناها هي تحمل الفساد. ما انتوا اخدتوا كل اللي انتوا محتاجينه، وعايزين ايه تاني؟ لماذا شرف الانسان العربي فقط في جزئه الاسفل؟ البلاد العربيه بتغرق بسبب الجهل والتكهيل. فعندما تتطور النساء سيتطور الرجال بالذروه. اذا تم تعنيف المراه ده كسب. اعود الى رحله السينما. أنت تعشقين الوثائقيات، لكن هل سنرى كرمن في أفلام سينمائية أكبر من الوثائقيات أصغر؟ عندي حلم أنه أعمل يوما ما فيلمين، عندي قصتين حب أعملهم يوما ما، بس هلأ ما عم فكر فيها بعد. يعني يمكن بعد 5 سنين 10 سنين، بين 5 و10 سنين بفكر فيها أكيد. ونحن نتحدث عن السينما، أنت أيضا أستاذة بالجامعة. مظبوط. تجربة التعليم، بعلم بجامعة الكفاءات، بعلم بجامعة الجامعة اللبنانية، وقريبا رح علم بالقلبة. بالجامعة اللبنانية بعلم ريبورتاج، دوكيومنتير، بيبليسيتي، بوست برودكسيون، بعلم كمان، بتابع الماستر للجرافيك ديزاينرز، وكمان بعلم نفس الشيء بالجامعات الأخرى. وتتحدثين 5 لغات؟
بحكي خمس لغات، خمس لغات ونص. سمعت صديق يقول لي، سأعلق على النص، أن اليتيم هو يتيم لغتين. بكل لغة أنا إنسانة مختلفة، بحس أنه لما ماذا بحكي ماذا تتيح لك هذه هذا الغنى، ماذا يتيح لك هذا الغنى اللغوي؟ كثير أنا بشكر أهلي لأنه علموني، هن دفشوني لأنه أتعلم لغات، وأنا بحب اللغات كمان. هلأ بلبنان ديجا منخلق منحكي فرنسي العربي والإنجليزي، بكوني برازيلية تعلمت البرتوغيزي. إسبانيولي بحكي لأنه لما كنت بالمدرسة بفرنسا كنا مجبورين ناخد لغة أجنبية، أخذت إسبانيولي وتعلمتها عبكير، كان عمري 14 سنة. قدمت البروفي هونيك سنتين بقيت بالمدرسة وتعلمت اللغة الإسبانيولية وما نسيتها. أنت قلتي جملة حلوة جدا كرم، أنا في كل لغة إنسانة أخرى. إيه، لأنه لما بحكي الفرنساوي بحس حالي غير إنسانة، طريقة تفكيري بيكون مختلف، نظريتي للأشياء بتكون مختلفة، عقليتي بتختلف كليا. لما بحكي إنجليزي نفس الشيء، والبرتوغيزي بصير برازيلية. إسبانيولي بحس حالي بعدني غريبة، بس عم بحكي لغة منا لغة الأم بس عم بحكيها. الإنجليزي أوكي نسبة لقلنا الإنجليزي صار هين، والعربي كمان. وإذا بقول لك أجمل لغة فيهم هالخمس لغات هي البرتوغيزي، بحبها كتير، ما بعرف ليه. هذه أذواق، ويمكن أيضا جانب سحري مظبوط لهالبلد، عنده ثقافة جميلة البرازيل. كتير بحب البرازيل، أنا بحس حالي أحيانا بخجل أقول أنه بحس حالي برازيلية أكثر من لبنانية بالعقلية، بالحرية، بالتفكير، بالكاركتير، بيومياتي. يعني بحس حالي اللي بنقص بلبنان أحيانا هالصداقة السهلة، هالصداقة الحرة، يعني اللي ما فيها عتابات، اللي ما بحبه بلبنان بتلتقى بشخص ما شفته صار لك فترة ببلش يعاتبك بالعربي، يعني بالعربي بصير يعاتبك وما تلفنت، وهو بيكون كمان ما تلفن يعني بصير يعاتبك. بالبرازيل فيك تشوفه مرة بالسنة كأنه شفته مبارح، وتفرحوا ببعض ونفرح ببعض، لأن كل واحد بيعرف أنه ما شفته مش لأنك ما بحبه. أنا بحب البرازيل. أنا لما بيلعب البرازيل بس آخر فترة مش رح نحكي على آخر كتير رح تتخبيت. رحلة السينما، أنا أعود إلى جوهر أعمالك التي أثارت الجدل ولا زالت تثير. طرقت بابا من الممنوعات، سميتي بهذا الاسم، طرقت باب الماسونية، قرأت باب الماسونية. مزبوط، قرأت باب الماسونية. كيف بدأت الرحلة؟ كنت أنا حتى براسي بدي أعمل يوما ما فيلم وثائق عن الماسونية. ساعة بيترايحة بسفرة إلى بوسطن مع ابني صغير وعم كرجو بالبوسات ببوسطن، عم بتطلع هيك عشمال بلاقي محفل، طلعت شيء محفل ماسوني، محفل ماسوني مكتوب. طلعت شيء لحظة هيك وقلت يا ريت بقدر كون جوا وأعرف شو فيه. لقد زرت هذا المحفل بين قوسين، فرجيتني الصورة كتير حلو فوق هذا المحفل، وبعد ما حافل فيلادلفيا أجمل. بوم بقطع طريق مع البوسات مع ابني وبدق على الجرس. وصرت أضحك على حالي أنه يعني شو هالسيتواسيون، اذا بتطلع فيها مزبوط انه هلا اذا بتشوفوني مره مع بوستات عم بتدق على باب محفل ماسوني. ما حدا رد، رجعت دقيت مره تانية وما حدا رد، وجاي بدي فل بيجي حدا تاني من تاني ميلي بيقول لي من هون الدخول، يعني ليس من باب الرئيس. فتت وحكيت معهم وقلت لهم انا حابه اعمل فيلم عن الماسونيه، واخذت الكونتاكت تبعهم وفليت. وبلش لقاءات هون مع الماسونية بلبنان مع روجي حداد اولا، يلي هو فتح لي ابواب الماسونية يعني خاصة باوروبا. لماذا روجي حداد؟ لماذا روجي حداد كان اول شخص بلتقى فيه، كان كولونيل جيرار فيجي يلي هو فرنسي ساكن هون ماسوني، عرفني على رياض ابو جوده، رياض ابو جوده عرفني على روجي حداد، وكان هو الاستاذ المحترم لمحفل الارز هون ببيروت. هل هذا يعني معلن للجميع؟ نعم 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 طبعا. كان هو الاستاذ المحترم، ف الاستاذ المحترم لمشاهدين الكي يفهموا
هو بيكون يعني لقب. ايه لقب مرتبة. بيكون هو مرتبة. هو هلا هو هلا يعني لسي انت من تدعونه تدعونه الاستاذ المحترم، هذا اللقب لقب لهم طبعا، كما نقول الشيخ او الدكتور مزبوط. او مزبوط. الاستاذ او الطبيب مزبوط. مرتبة في المحافل مرتبة. الماسونية الاستاذ المحترم مزبوط. الاستاذ المحترم اللي هو بيكون مرأس المحفل والجلسات، محفل الارز يعني محفل الماسوني اللبناني. اللبناني مزبوط. فهو فتح لي بواب اوروبا، وفيما بعد غير اشخاص مثل مايك بيرنوتي فتح لي بواب ادنبرغ، شخص مثل ريمور بيز فتح لي بواب امريكا، وفي بواب البرازيل انفتحت كمان. فانا تكمل لك قصه البوستون، يعني بس حتى اقول لك انه من بعد ما كنت زرت هذا المحفل، بس من الريسبشن انا ما فوتونا على المحافل هونيك، رجعت وبلشت يكون عندي غير اتصالات. ولما قررت بدي بلش صوير، ثاقبت انه اول نهار تصوير لهذا الفيلم رح يكون ببوسطن. انا ماني عارفه بعد انه هذا هو المحفل، عم بحكي عم بتصل فيهم، صرت اقول اقول لكم هذا هو المحفل اللي انا شفته. لما وصلت على بوسطن تاني نهار كان تصوير بوصل بياخد تاكسي، عم بقول له شو المحفل طلع هذا هو. يعني مثل كانه هالحلم اللي كنت عم بحلمه عم بتطلع فيه. عود على بد. What goes around comes around. عود على بد. وعدت إلى نقطة الصفر. قرعت باب المصريين، لأنه فعلا دقيت على الباب عندهم، يعني حسيت هذا الشيء تحقق. ولأنه كمان تفتح بعض الأبواب الماسونية في الغرب وتغلق أبواب أخرى، خلينا في الأبواب المفتوحة على الأقل. رح أقول لك كمان قبل ما جاوب على سؤالك، قلت قرعت باب الماسونية لأنه الفيلم عملته بتجربة شخصية، يعني كأنه أنا عم بحكي بالأنا. هلأ لين فتحت الأبواب؟ هذا سؤال بدي أسأله لقل وسألت لهم إيه أنا عدت مرات، ليه فتحت أبواب؟ ليه أنا يمكن ما بعرف؟ مش بس انفتحت أبواب، صورت المستحيل وما كان في شيء بالفيلم مصطنع. يعني لما أنا صورت التكريس بلبنان، مش أنه جبت ممثلين تعوا مثلوا التكريس كيف يكون، صورت تكريس حقيقي. لما صورت ريتوال بفرنسا، صورت ريتوال حقيقي، طقوس بتفاصيل الطقوس يعني. بتفاصيل الطقوس. لما صورت السيريموني بفنيز كمان بمدينة البندقية كمان نفس الشيء. لما رحت على البرازيل وصورت المونسينيور يلي هو أرشيفاك بالكنيسة الكاثوليكية، واللي هو قال لي أنا ماسوني بالوقت نفسه، ورجع لبس بدلته الماسوني. ما في أي شيء بالفيلم تمثيلي، كله حقيقي. لماذا؟ يعني هذا سؤال بعدني لليوم. أنا بقول ليه أنا أو جيت على الوقت المناسب وفتحت بواب. صراحة بقول لك عماد، فتحت لي بواب تكون مسكرة. ما عم بحكي عن هلأ باب الماسونية، عم بحكي عن البواب اللي بتنفتح بالحياة. بعطيك مثل، وصلت على أدنبرغ، قال لي روبرت كوبر اللي هونيك، قال لي في أقدم محفل موجود عندنا هون بأدنبرغ. قلت له أنا عارفة بس فهمت منك أنه ممكن يكون صعب أنه نفوت عليه. قال لي مسكر اليوم نهار الأحد، بس رح فرجيك هالمحفل من الخارج. رحتنا لهونيك، صورت من برا، ونفس الشيء كان عندي حلم اطلع فيه، يقول انا يا ريت بفوت لجوا وبصوره من جوا، بس اليوم احد جينا بدنا نفل. توصل سياره، وهذا كله مصور بالفيلم، يعني ثاقبت انه بعده عم يصور الكاميرامان. توصل السياره، بيطلع منا شخص بيسلم على روبرت كوبر، وبيطلع انه استثنائيا اليوم رح يفتحوا الاحد، لانه جاي جروب بدهم يحكون يعني بقلب محفل ماسوني. وفت صورت. صار كتير قصص هيك بهالفيلم، تكون عم بتشتي توقف الشتي بس لما بلش صور، يكون في قصص مسكرة تفتح على أساس ما في صور هون صير أقدر صور. يعني حسيت أنه متسهلة الأمور وهن متسهلين معي. أنا كان هدفي صور فرنسا إنجلترا وأمريكا، صاروا هن عم يدعوني بإيطاليا، تعي على إيطاليا، رحنا على لوكسمبور، رحت على برتغال، على سويسرا، تسهلت بالبرازيل نفس الشيء. هلا بكوني برازيلية قدرت اعمل اتصالات، هيدا صار انا فتحت باب البرازيل. الماسونية عموما في المجتمعات الغربية غير ممنوعة. غير ممنوعة، واحد ممنوعة، مقبولة في المجتمع إلى حد ما. بأوروبا ما كتير،
مش هيك بأوروبا مثلا بتشوف انه في ناس بتقول انها ماسونية وفي ناس ما بتقول انها ماسونية. بأمريكا بيقولوا انه ماسونية بالولايات المتحدة مفتوحة وكمان. مفتوحة هل بالبرازيل كمان صح بالأمريكا اللاتينية نفس الشيء ولا البرازيل فقط؟ لا أرجنتين تشيلي كمان نفس الشيء كمان نفس الشيء ما عندهم كتير عقدة انه يي الماسونية بتخوف ولا مثل أمريكا هل في لبنان نفس الشيء؟ لبنان لا. لبنان لا لبنان في يعني في العالم مسؤولية. العربي عنون عموما ممنوع اصلا ممنوع ايه والشعب عامه بيخاف من الماسونيه يعني بس تقول له ماسوني يعني مثل واحد بيقول له لتاني هذا ماسوني يعني مثل كانه بده يقول له انه انتبه هي في ماسونتين يعني وبعدين في ماسونيه ماذا تعنين بالماسونيه ليس معترف فيه باردون لماذا ماسونيتين الماسونيه المنتظمه يلي هي تبع لجيمس أندرسون يلي بالعام 1723 طلع كتاب اللي كونستيتيوشن دو جيمس أندرسون يلي هو بيقول كتير قوانين جوا من جملتهم أنه الماسونية بس للرجال والماسونية لازم تأمن بالله وغير قوانين والماسونية تقبل كل الأديان فقط الأديان التي توحد بالله هي عم بحكيك عن الماسونية المنتظمة الرسمية الأولى الرسمية فوالا بلش يصير في ماسونية أدوغماتيك يعني بيقولوا لك لا نحن نسوين على أيام جيمس أندرسون كانت القوانين مختلفة هذه ليست صادقات رعوث وغيرها من الجمعيات ليست, نو 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 ليست منتظمة هذه بطلت منتظمة نسبة للمنتظمين يعني رح أقول لك كيف هالماسونية المنتظمة تبع على جيمس أندرسون الماسونية الأدوغماتيك الليبرالية فيك ما تأمن بالله في تكون مثلا محافل خاصة بالنساء فيها تكون محافل خاصة بالرجال وفيها تكون محافل ميكست الماسونية المنتظمة تعتبر هذه الماسونية الأخرى تعتبرها غير منتظمة بينما هي ما اسمها غير منتظمة اسمها ليبرالية معناتها أنه طيب أنا جيمس أندرسون على رأسي بس كان 1700 جيمس أندرسون تطورت الامرأة صارت حرة أكثر ليه هي ما رح تكون ماسونية كمان الامرأة ففتحوا محافل نسائية ومحافل ميكست وفتحوا كمان في منهم ليبراليين بيقولوا أنا حر ما أؤمن بالله بدي أكون ليبرالي بس أنا حب أكون بمحفل فقط للرجال يعني كان فيها عدة نقاط هلأ 1875 انعقدت جلسة بلوزان تيشوفوا طب كيف عم بيصير هيدا انه في عندنا الماسونية المنتظمة والماسونية الليبرالية طب شو بدنا نعمل فيهم ساعتها انقسمت يعني باردون غلطت بالتعبير هي بلشت قبل هالانفصال هيدا بلش لما انعقدت جلسة لوزان فاتت ماسونية واحدة وطلعوا بماسونيات اخرى يعني هون ساعتها انفصلت انه صار في ماسونيتين ولكن تيناتهم بيسلموا على بعض بيعرفوا بعض عندهم نفس القوانين نفس الطريقة تيعرفوا بعضهم نفس العلم إذا بدك والأساس ولكن كل واحد بعقيدة صغيرة مختلفة فهي ونحن نعد أيضا لحلقات خاصة بالماسونية سيتمتع مشاهدو ممنوع بتفاصيل أعمق وأدق من حيث التناول التاريخي والتفصيلات عن هذه الاجتماعات يأخذ الطالب مكانه في الدائرة puisqu'il est l'heure que nous avons l'âge et que tout est conforme au rythme je reconnais également comme maçon régulier tous ceux qui se trouvent à l'orient Fratelli, mano alle spade! Usé! Associazioni che complottano contro la Chiesa. ظروف محد سياسية لا أكثر ولا أقل. يخرج المسلم من الإسلام يمكن أن يؤيد الإنسان هذه القيم Oldest large room in the world Un estado dentro de un estado
sou membro da ordem maçônica. Il n'est pas dit qu'on ne doit pas croire en Dieu. على رحلتك مع الأرمن الآن. إيه ولا أنا والأرمن. الفيلم الثاني الصعب. غريب إنه أنا اسمي كارمن، إذا بتشيل الس بصير أرمن. بس أنا ما بعرف. أنت أرمنية بالعشق والاختيار. ما يمكن يمكن الفيلم الأولاني كان أرمن لبنان، واللي هلأ رح يصير اسمه نحن أرمن، سميته هلأ عن جديد لأنه عم بعمل فيرسون بعدة لغات، لأنه كان هو بلغة العربية ومترجم بس في الليجاند بالفرنسي والإنجليزي، هلأ عم بعمله بخمس لغات حتى البرتغيزي واسبانيولي بالفويس أوفر، يعني الواحد بيسمعه. هذا اللي رحت عليه لتركيا، سوريا، لبنان وأرمينيا. الفيلم الثاني اللي هو اسمه My Name is Aram، اسمي أرام، اسمي أرام، واللي هو توفى أرام هلأ، كان عمره 92 سنة. أرام اكتشف أنه عنده خي مؤخرا، كان بحسكة عائلة عم تتفرج على تلفزيون، بتشوفه على تلفزيون بيطلع أنه بيتشابه كتير مع بيون يلي توفى من 3 سنين، وعملوا فحص دي ان اي طلع أنه فعلا خيه. وهو أظن من عائلة، هو أرام شولاكيان. إيه أرام اللي هون لا عايش وسط الأرمن. إيه وسط الأرمن وعائلته أرام شولاكيان. واللي شبيهه في سوري بحلب. بحلب زكي جرجس. صار اسمه زكي جرجس بس هو كان اسمه يرشانيك شولاكيان. بس نسي اسمه. هلأ بعدين أرام ذكرني كان عمره 3 سنين مزبوط. يعني أنا عملت إذا بدك انفستيجاسيون على هالقصة حتى أعرف شو عاد اسمه. تحقيق وصلك. طبعاً. وعندنا هالصورة التي سنخرج في هذا الفاصل، هل هذه الصورة المؤثرة لهذا اللقاء الجميل جداً؟ فابقوا معنا. جينا على لبنان على مدرسة اليتامى على صيدا على المية ومية. خي ما شفتك طيب بلاستيك شربت مي، ولا انت شفتني لتسقيني شربت مي، وانت كنت مستحلي شوفك بالقليل بس مرة بالحياة، ما شفتك، شفتك من بعد مماتك. جيت لحتى لزور مقبرتك وسقيك نقطة مي، قصي عظامك وترابك لحتى لي بلك التقينا بهك الدنيا. تتذكر انه خيي سقاني مي بالبرية، فشو بدي اقول لك، ماني عارف. اذا انت هل رحلة من الوثائقيات اللي تحدثنا فيها عن الماسونية وأخذ من عمرك سنين،
نعم. وواجهتي فيه صعوبة لترويج هذا الفيلم كثير جدا جدا. ممكن تحكينا عليها بعد شوي. موضوع الأرمن واللي خسرتي فيه إمكانية زيارة تركيا. أي. وعملتي فقط فقط عملت غير أفلام كمان بس مش من إنتاجي. يعني في أفلام بعملها من إخراجي وإنتاجي مثل فرنسا في لبنان، برازيل في لبنان، الأرمن، الأفلام اللي عملتها الماسونية إخراجي وإنتاجي. المرأة والإخراج، المرأة المخرجة في العالم. إيه هي في أفلام عملتها بس كمخرجين طلب مني إنه أعملهم. هل هناك تحدي إنك تكوني مخرجة وأنت امرأة أم لا؟ عادي بالنسبة عادي عادي. يعني إذا عملت الماسونية وأنا امرأة، قالوا لي هني قالوا لي التحدي الكبير بالفيلم الماسونية هو مش بس إنك قدرت فت على محافل 50 محفل فت عليه بالعالم، مش إنه بس إنك قدرت تفوتي وتصوري اللي ما بيتصور، عطيناك اللي ما بينعطى لحدا. فعلا فتشت بأفلام شفت إنه اللي عندي ما حدا ولا فيلم قدر يعطيه بهالحقيقة. لماذا لم ينجح؟ بس كأنه لأني أمرأة. يباع أو يقبل، لماذا أقفلت الأبواب بعد في التوزيع؟ لأنه كتير قوي، كتير كتير قوي. يعني لما صورت التكريس بلبنان، بفرنسا مش عارفين أنه أنا صورت التكريس بلبنان، وبالعالم مش عارفين أنه أنا صورت ريتيال بفرنسا، ومش عارفين ببرتغال وبالإنجلترا وبأمريكا أنه أنا صورت أرشيفاك بالبرازيل مصوني بالوقت نفسه. لما فوتهم مع بعض عطى هالبازل هيدا، ركبت البازل اف قوي قوي كتير. بعدين بدهم يشيلوا قصص أنا ما بدي أشيلها. يعني لما سمحت السيد، سمحت العلامة سيد علي الأمين بيحكي منه ضد الماسونية، أنا وتفاجأت. يعني أنا عم بحكي معه لأنه مقابلا كان في سمحت الشيخ القاضي أحمد، محمد أحمد كنعان، ضد الماسونية كان عم يحكي، وبالتالي نسبة لإلي كان في الشيخ الآخر الشيعي من الطائفتين كان بدي أنه يحكي ضد الماسونية، ولكن ما حكي ضد الماسونية. أوكي. الآن إلى الكارمن المخرجة عموما. إيه لكن عم بقول لك كارمن المخرجة عموما أنه صار يقولوا لي لأنه فتت على المحافل أنه مش بس هيدي شغلة يعني بريفليج لقالي انه فوت على المحافل، بس انه مرأة وقدرت تفوت على المحافل. يعني هو شوي فوت على سوريا من اجل هالأرمن وقضيتهم. ايه طبعا تعرضتي بتركيا بسوريا صعب كتير، خاصة بتركيا. بتركيا كنت الوحيدة الامرأة من كل فريق العمل الوحيدة. في مرة وقفونا على حاجز وبدون يطلعوا معنا اثنين، أنا رفضت وصار يقولوا لي هلأ بيلقطوك وبيخطفوك وبيعملوا لك. قلت لهم أنا إنونية هون، قلت له ما بطيلعون معي ومشيت. بس في كمان عدة وثائقيين عملتهم حلوين ما فيهم يمكن كتير تحدي، في منهم البعض إيه، بس كمخرجة فقط. ليس بالضرورة أن يكون هناك تحدي، يعني هناك إبداعات، مجال الإبداع. بس حلوين. رحت على مونغوليا مثلاً، عشت مع قبيلة هونيك. تحكينا على التجربة. ولا مع عائلة مصرية لازم تعيش مثل القبيلة هونيك. بمونغوليا. بمونغوليا. بعيدة عن العاصمة أولان باتور شي 12 ساعة بالباص، وما في عندهم زفت هونيك. بالعاصمة أكيد بلا. كانت تجربة كتير كتير حلوة لأنه عشنا بأرض يعني فاضي. وأنت العائلة المصرية بالصدفة وقعت عليهم ولا؟ لا، هو هذا كان إنتاج MBC. هالعائلة المصرية بدها تعيش بالفقر، هي غنية بدها تعيش بالفقر. هلأ نحن قصة يعني قصة. أي هلأ نحن كفريق عمل مجبورين نعيش كمان بالخيام مثلهم. فرق انه نحن يمكن بيطبخوا لنا بس الاكل يعني ما في خبرك شو هو. انه اذا بتجي راس البقره بقول لك مثل ما هي بعيونها ودينيها متنا من الجوع وتوحمنا على المنقوشه. بس كانت خبره كثير حلوه. في ماليزيا كمان رحت على ماليزيا كرمال مس لبنان. وقتها رحت على ماليزيا كنا معزومين من قبل الدوله الماليزيه. صورت نادين جيم كانت 2007. ورحت كمان على ماليزيا لأنه كان في ميس يونيفرس معزومة من قبل الدولة الماليزية، فرحت غطيت هيدا الحدث. وكمان رحت على
الصين كانت تجربة كتير حلوة بالصين، لأنه خلال تلتين أنت رحالة يعني بالكاميرا ومن غير كاميرا مزبوط رحالة. بس تجربة الصين كانت كتير حلوة لأنه كارل لاجرفيلد المصمم الأزياء العالمي مع سيلفيا فاندي عملوا عرض أزياء على سور الصين، يعني شيء رائع جدا. وسافرت كتير أكيد على البرازيل، سافرون على البرازيل بكوني بحكي اللغة. امرأة مسافرة، امرأة مثقفة، امرأة تبحث في الممنوعات، امرأة تخترق ما وراء الأبواب. أنت تتمتعين بحرية لا تتمتع بها نساء أخريات. ما هي رسالتك لنسائين يفتقرن لما تتمتعين به؟ وأعني الحرية. فعلا كلامك حلو عماد، لأنه بدي لك أنه اليوم أنا الشغلة الحلوة اللي عندي هي الحرية، حرية السفر، حرية التعبير عن رأيي، حرية كأمرأة كأم. بحب إلا شغلة أنه مش بس حريتك بتكون بأنه فيك تلبسي تنورة قصيرة وفيك تهتمي بجمالك أو تغيري بوجهك، هيدي منها حرية. بالعكس أنا بعتبر أنه لما بتكوني أنت كتير عم بتغيري بشكلك في محل أنت مش راضي فيه، معناتها أنت ما بتحبي حالك. الحرية بتبلش طبعاً. لا أنا ماني ضد تغيير بسيط لتجميل معين بمنطقة بالوجه. بس يمكن أنا عجبني صعبة. إنه يعني ليست هذه هي الحرية. لا ليست هذه هي الحرية. لما امرأة بتقلي بيسمح لي جوزي ليست هي الحرية. لما بتقلي إنه بعد بدها تغير كتير قصص بحياتها، لما بتقلي تعبانة يأسانة ما في شي ماشي، هالقصص هيدي السلبية منا مرتاحة مع نفسها. الحرية بتبدأ من جوا، لازم تكون مرتاحة مع نفسها الامرأة العربية تتكون حرة. لأنه لما بتكون مرتاحة مع نفسها راضي على اللي بتفكره، راضي على حالها، بتحب شكلها مثل ما هو، عندها حريتها اليومية بقراراتها اللي بتاخدهم بحياتها العملية. وإذا مش راضي بتقدر تغير، بتقدر تطلع منها. أنا كتير بلتقى بامرأة يعني مثلا بنسوان لبنانيات خاصة بدهم يطلعوا من الكبت اللي عايشين فيه. وفي كتير كبت عند الامرأة اللبنانية ما منشوفه بالعين المجردة، ما عم فيها ليه الخي ما بيقبل البي بيحكي، وخاصة انه كتير الامرأة اللبنانية بتفكر بالمجتمع، شو بده يفكر المجتمع، شو بده يقول. لكن هذا عموما هو واقع العالم العربي يعني. ايه واقع العالم العربي مش بس وينظر الى المرأة اللبنانية على انها الاكثر حرية مع المرأة التونسية. مزبوط. لكن الواقع واقع بعد اكثر، الحرية منا موجودة اكثر ببعض البلدان العربية. يا ريت، انا بتمنى اعمل فعلا مثل وثائقي عن هذا الموضوع. يمنع يا كرمن الثقافة العربية، العقل العربي من ان يتقبل استقلالية المرأة؟ لماذا عندما نتحدث عن الحرية يرفع أعلام الشرف وكأن الحرية هي من ستأتي بالفساد، رغم أن مجتمعاتنا المحافظة أخلاق الفساد تنتشر فيها بجرائمه البشعة والأكثر بشعة في الجانب الجنسي أساسا. بدي أقول لك شغلة، الامرأة قديما ما كانت تتعلم. اليوم سلاحنا هو العلم. لما بتتعلم الامرأة العربية بتتحرر. العلم هو الحرية. لما بتتعلم يعني عم تكتسب، مش بس بالدومان يلي بتكون اختارته، عم تتعلم يعني عم بيفتح لها أفق. يعني اليوم خاصة بما يخص الانترنت بكل هيدي المجالات صار في توعية، وهذا الشيء بخوف الرجل. الرجل يلي هو حط قوانين بالعالم العربي، حط قوانين على الامرأة، فلما بيشوفها انه عم تتسقف دونك عم تتحرر بتخوفه. مشان هيك نحن لما بنجي سوري للاسف بدي اقول لك شغله، اذا اليوم بنطلع على بعض التلفزيونات العربيه واللبنانيه بنشوف كثير قليل من البرامج الثقافيه. واذا بتجي بتقول بدي اعمل برنامج ثقافي له علاقه بامراه بقدرها انا عربيه لبنانيه سواء اما تونسيه اما مصريه اما اي شيء بيرفضوه. بدون أكتر برنامج له علاقة بالفن،
لما بدنا نرقص وبدنا نغني أهلاً وسهلاً. أهلاً وسهلاً. عندما ولدت ابنتي ليندا كتبت لها نصا شعريا ما مطلعه يقول: لا أجمل من امرأة حرة. طبعا هذا أجمل هدية بتكون عم تعطيها لبنتك. وبعدين حلو اسم ليندا. ليندا يعني الجميلة بال. إيه باللغة البرتغالية وباللغة الإسبانيولية كمان سأبت. إذا ضيفتي هذا المساء هي سيدة تنتقل بين اللغات، تحب الكلمات، تنتقل أيضا لتنقل ما وراء الأبواب المغلقة في أفلام وثائقية كسرت بها ممنوعات، لعل أهمها ممنوع الماسونية التي سنتابع بعض التفاصيل هذا الفيلم منه. انتقلت إلى ممنوعات المحظورات حول القضية الأرمنية، تنتقل بعدستها بجسدها من بلد إلى بلد، تعشق الحرية. كارمن لبكي. نخرج في هذا الفاصل الأخير ثم نعود. كوالالمبور هي العاصمة الاتحادية لماليزيا والمركز الأساسي للتجارة والسياحة والترفيه والنشاطات العالمية. مدينة ما بتنام، وبيتهافت السواح على الجزء القديم منها بأعداد كبيرة، وبيقصدوا ميدان التحرير، بيتفرجوا على الأبنية القديمة والحديثة، وبيتمتعوا بالخضار والورود والجنائن اللي بتزين هالمدينة العالمية وبتعطيها وجه رومانسي. واللي ما بيتفوت حقيقة هو العروض الاحتفالية بمناسبة اليوبيل الذهبي لاستقلال ماليزيا، وهون الصورة بتختصر كل الحكي. يعني هالعشر أحزاب كانوا ماشيين حد بعض ليحتفلوا بعيد الاستقلال ماليزيا. بتحس إنه في فعلا ديمقراطية، هالحزب بيعبر عن رأيه وهالحزب بيعبر عن رأيه والتاني كمان بيعبر عن رأيه، بس بالنهاية بس ترجع القصة لبلدهم لاستقلالهم للكور فاليوز، يعني المبادئ الأساسية، مشوا حد بعض. كان لابد لمنال من طلب المساعدة من آجا للحصول على ستارة للحمام. وين انت بتفكي ده وتعملوه؟ تفكي بقى عشان تخش. حلو قوي. يا جود جوب، جود ورك، جود ورك. ختمة هذا اللقاء أفسح لك هذه المساحة الصغيرة من الحرية لتقولي ما تريدين. قولي ما شئتي سيدتي، فأنت في ممنوع. شو السؤال الصعب يا عماد؟ شو حب أقول؟ حب أقول شغلة اكتشفتها من سنة ونص، صار لي من وقت المخلقت بفتش على السلام الداخلي وعلى الحرية. الحرية من أي ناحية؟ الحرية اللي أنا عندي إياها حرية تامة، بس عم بحكي حرية بأنه عايشة ببلد فيه كبت فيه بس أنا مختلفة. اكتشفت السلام الذاتي، سلام الذاتي من كل النواحي اللي هي بتكمل من الإيمان، من الحب الآخر، من التكلم بطريقة سلمية، من عادي الأشخاص. هذا هو الفرح. في مرة سئل دليلة ما
يلي هو الأب البودي البودة في دين البودة، سؤال دلائل ما ليه أنتوا بتفكروا بحالكم يا بودية؟ بهمكم أنه أنتوا تكونوا فرحانين وبالصلاة والتأمل تبعكم دايما بتبلشوا بحالكم. قال كيف بدك تعطي فرح إذا أنت مش فرحان؟ لازم تبلش بحالك تكون فرح تقدر تعطي الفرح. كيف فيك تعطي حب إذا أنت ما بتحب نفسك؟ لازم تبلش تحب نفسك تقدر تعطي الحب. بتصور أنا وصلت لهيدا المرحلة، وهيدي اللي عطتني الحرية الأكبر يلي هي ما بتنوصف، بيسموها ما بعرف awareness بالعربي، ما بعرف شو سموها. يقال في المثل العربي فاقد شيء لا يعطي. سيدتي هي تشبعت بالحرية فبحثت عن من اغتصبت أصواتهم فتكلمت عنهم. كارمن لبكي ضيفة بكل المقاييس في ممنوع حلت علينا في هذا المساء لتكون نسمة لحرية لنساء أخريات. هذا عماد دبور من بيروت يحييكم على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر من برنامج ممنوع.